عندنا الفلويد ميكانكس مش كده؟ دي اول ماده في العلوم المياه. بعد كده بتاخد الري بيبقى هو في جزء معتمد على الفلويد شويه كتطبيق يعني مش اكتر. وفي سنه ثالثه بتاخد هيدروليكس اللي هي الماده الاخيره في الميه، وفي ماده مواني دي بتبقى لها ظروف شويه كده في سنه رابعه يعني. المادة بتاعتنا مش عايزين نعتمد بقى على أي كلام سابق من أي حد، مادة صعبة، مادة طويلة، مادة هي طويلة شوية وامتحاناتها طويلة شوية، بس هي للطالب المجتهد اللي بيحضر متاحة جدا، ما فيهاش أي مشاكل، ما بنخبيش أي حاجة في امتحاناتنا. اللي إحنا بنقوله هنا أنا والزملاء اللي معايا، لما تعرف دلوقتي أو تشوف دلوقتي الصف اللي بيدرس نفس الكلام اللي بيتقال هو اللي بيجي في الامتحان. بس عايز ان انت تجتهد تحضر على ركز على حته الحضور. احنا بنحاول مش تحفظ حاجه، عايزك تفهم مش تحفظ، دي اهم بالنسبه لنا جدا. يعني احتمال في تفكير كده السنه دي نغير شويه في طريقه الامتحانات، بحيث ما تعتمدش على انك تحفظ حاجه. يعني لو يا اما نقلب الامتحان اوبن بوك بس يبقى شكل الامتحان اتغير شويه، معلش انا دخلت في موضوع الامتحان عارف. بس انا بجهزك واقول لك الموضوع يعني. او ان احنا لو المعادلات لسه شويه حاجه نكتبها لك مع الامتحان يعني. فاحنا بنفكر في حاجه كده تطوير وتجديد شويه مع مجموعه الشباب اللي معانا في الماده. بلاش ايه؟ هو اوبن بوك مش معناه ان انت تاخد وتنقل يعني، زي ما انت بتفكر يعني، هو على الاقل تفكر. بس اهم حاجه انا مش عايز يعني، عايزين نلتزم. الالتزام كويس جدا، لما نلتزم مع بعض بالحضور بالاجتهاد، انك تشتغل، انك ما تعملش مشاكل لا محاضره ولا سيكشن ولا اي حاجه، خلاص الامور كلها بتمشي فيري سموث، وتاخد اكتر من حقك كمان يعني. احنا بقى ايه اللي يضرنا ان انت تاخد كويس قوي وتاخد درجات عاليه؟ مفيش حاجه تضرنا خالص يعني. فاحنا عايزين نطلع الماده كويسه، تعليم ودرجات وكل شيء. فاحنا نتفق مع بعض بس ان احنا نحضر، ما بقاش بقى ان احنا في الاول كده نهتم وبعد كده شويه شويه نبص العمليه ايه، الطلبه عماله تختفي يعني، بتروح فين مش عارفين يعني. فاهم حاجه الالتزام كحضور كشغل برضو يعني. طريقه التدريس احنا هنقول كل حاجه في المحاضره، مفيش بقى في السكشن حد هيشرح لك حاجه تاني، هنخش في التمارين ويشغلك في التمرين معاه. يمكن تكون ما اتطبقتش قوي السنه اللي فاتت واللي قبلها وحاجات كده، لا السنه ان شاء الله هتطبق كده، ان انت محدش يعيد لك حاجه عشان ما يحصلش لخبطه. انت بالنسبه للشرح اللي في المحاضره هنا ده اللي انت مسؤول عنه، فهتشرح لك في المحاضره، وبعد كده في السكشن يبقى التمرينات، وتشتغل مع الستاف في اثناء السكشن. مش هيقف بقى هو على السبوره برضه يقعد يحل لك التمرين كده من اي تو زد، لا لازم يشغلك معاه. ماشي يا جماعه؟ رجاء ان احنا نبقى نلتزم بالهدوء، اللي معاه موبايل دلوقتي يعملوا صامت عشان ما يحصلش اي شوشره. وانا بدات بنفسي، انا دخلت بس عشان
اللي هي ابليشن اند درينج انجينيرنج. احنا اساسا كمهندسين مدنيين بندرس علوم الري ايه؟ انا اساسا عايز اخدم عمليه الزراعه. احنا ما احناش بتوع زراعه، احنا هندسه. خلاص؟ فانا عايز اعمل ايه؟ في الحقل بعد كده بعد الزراعي عايز اضيف كميه ميه، في ميه على سطح الارض بتدخل في منطقه البذور، منطقه معينه يحصل ستورج هنا في المنطقه دي، في جزء بيعدي، في جزء ممكن يجي على سطح الارض كرنوف، وده الدبس بتاع الميه، ده بيحصل له ديب ريبريشن، في جزء هنا بيحصل له ستورج يغير حاجه حاجتين هتبقى اللي هتاخدها بعدين، يبقى الموتور كونتنت بيزود المويتشر في التربه من دار دلتا سي. احنا كمهندسين مبنيين هدفنا ايه؟ ان انا اوصل الميه دي. احنا عارفين الميه بتاعتنا اساسا جايه من ايه؟ في نهر النيل، جايه من الحوض بتاع نهر النيل اللي مشترك ما بين 11 دوله، ويجي الميه تتجمع عندنا في بحيره ناصر عند الايه؟ السد العالي. فبدايه انطلاق الميه عندنا من الايه؟ السد العالي. انا عايز اخد الميه من بحيره ناصر اوصلها بقى لكل مكان او كل فدان ارض موجود في اي مكان في الجمهوريه. ده المسؤول عنه المهندسين المدنيين. يبقى انا هاخد الميه اوصلها، يبقى اللي انا اوصله ده لازم احسبه اولا، اعرف هل الميه قد ايه، ولما انقل الميه دي بكميه معينه او بريت معين اللي هي الكميه والزمن، يبقى لا هنقلها في تشانلز او مجاري مائيه. يبقى لازم ان انا اعرف اصمم المجاري المائيه دي طبقا لكميات الميه اللي ماشيه ايه فيها. يبقى الهدف الاساسي بتاعنا ان انا عايز اعمل بريت واي واحسب كميه الميه وانقلها ووصلها عند الفلاح عشان يزرع لي الارض. احنا بقى ممكن نشرح نحط القصه دي قدامنا ونشتغل عليها بقى. هنعمل ايه؟ عايزين كميه الميه، يبقى لازم نحسب كميه الميه. عايزين نحسب الاستورج هنا بقى، نعرف الاستورج دي مواصفاتها وهي انيشال ايه وبعد فاينل توصل ايه؟ يبقى التشينج او الاستورج اللي فيها قد ايه؟ خلاص؟ طبعا ما فيش رفاهيه في الميه، بنحاول نخلي طبعا الرنوف ده مش موجود اصلا، الميه دي هتجري بعيد عني. لا انا عايز احسب كميه الميه اللي اوصلها. طبعا ما اقدرش اوصل بكفاءه 100%، لا عارفين ان في كفاءه للايه؟ للسيستم. فالقصه دي عشان ندرسها عندنا بقى المنهج بتاعنا. اول حاجه اللي هو الاسبوع الاولاني احنا بنتكلم على الانترودكشن للمنهج. هنجهز تفسيره بقى ان احنا نقول ان كميات الميه اللي موجود او جاية اساسا الميه دي منين؟ جايه عند نفرها اللي عند حته ناصر، هي اصلا مصدرها ايه؟ فبندرس حاجه اسمها الدوره الهيدروجيه على مستوى العالم، وممكن ناخد بقى على مستوى الجمهوريه وهكذا. وندرس البالانس بتاع الميه او البادجت اكويشن. شوف لو المدينتين احنا بيجي لنا 55 ونص مليار، دول بتصرفوا ازاي؟ على الجمهوريه ككل. طب لو انا باخد ريتش معينه او مجرى معايا معين، انا عارف الان فلو والاوت فلو، واشوف التوزيعه دي في ستورج وفي نصف، نشوف القصه دي مع بعض. طيب المايه عشان توصل جايه من نهر النيل. طيب نهر النيل في الشابتر الثاني عايزين ندرس بقى نشوف مصادر المايه دي. جايه من البحيرات، جايه من جزء كتير جدا من اثيوبيا وجزء من ناحيه السودان. فحوالي حاجه 80% او 80% من اثيوبيا والباقي من الهضبه الاستوائيه. طيب فبندرس بقى الاحواض بتاعت نهر النيل والبحيرات اللي موجوده ونشوف اصلا الميه قد ايه. احنا ال 55.5 مليار دول نصيب مصر. السودان لها 18.5، يبقى المجموع 74. في 10 بيضيعوا في البحيره بالبحر ب 84، يبقى متوسط الفيضان السنوي اللي بيوصل عند بحيره ناصر اللي بتاخد منه مصر والسودان وجزء من البحر 84 مليار. هم اصلا كام بقى؟ هم اصلا كام؟ ده اصلا حوالي 1600 مليار. بس هم بيروحوا فين؟
بيعودوا بخر تاني وهم نازلين في المنطقه بتاعه الاحوار، لان يعني المنطقه دي كلها فرق ومستنقعات وبحيرات، فالبخر عالي جدا. طبعا احنا عارفين ان لما ندرس مع بعض الدوره الهيدرولوجيه ان الميه لا تفنى ولا تستحدث، هي كميه الميه اللي بتنزل سبحان الله ربنا بينزلها في السنه هي تعود تاني في نفس السنه الميه الحلوه. فتلاقي على مستوى العالم كله لو نزل 100 رجع 100، نزل 1000 رجع 1000 وهكذا كمثال يعني. لكن لما نيجي نمسك مناطق محدده في الجمهوريه او محافظه او منطقه لا تختلف بقى، ان ممكن اللي نازل مش قد اللي خارج، قد يكون اللي خارج اكتر يبقى فيه استنزاف للستورج، قد يكون اللي خارج اقل يبقى فيه تخزين عندك. خلاص يبقى الاداره الهيدروجيه بتقول لي ان كميه الميه على مستوى العالم ثابته لكن من منطقه لمنطقه ايه؟ متغيره. فده اللي بندرس في الشابتر رقم 2 بتاع الهيدرولوجي. الشابتر الثالث بنتكلم على السويل ووتر بلانت ريليشن شيب، علاقه المياه ونبات التربه اللي هي القصه اساسا بتاعتنا. انا عايز اعرف انا في منطقه ما هزرع تركيب محصول معين، يعني مجموعه من المحاصيل موجوده في مكان ما في الصعيد في الدلتا في منطقه صحراويه ولا في اي بالظبط، فتختلف بقى حساباتي من مكان لمكان طبقا لنوع الصيد الكلايمت نوع النبات، نبتدي نحسب كميات الايه الميه. انت بتعلم معانا ان شاء الله يعني ازاي تحسب كميه ميه ان انا احتاجها لري ارض معينه. فبنبدا من الاول خالص ان انا اشوف ان انا الارض دي انا بعتبرها كمخزن بالنسبه لي. الارض دي لو ارض رمليه ولا لو غنيه ولا لو اي شكل ده. يعني المخزن ده بيشيل ميه قد ايه؟ طب لما يشيل ميه قد ايه ينفع ازرع فيه ايه بالظبط؟ طب الزراعه اللي زرعتها دي بتستهلك ميه قد ايه؟ ها؟ بيطلع النبات بيطلع حاجه اسمها ترانسبريشن والصيد بيطلع حاجه اسمها ايفابوريشن، هما الاثنين مع بعض هو ايه؟ الايفابو ترانسبريشن هو النبح والبخر او البخر النبح مجموع ايه؟ الاثنين. فعلى حسب بقى نوع النبات بيطلع قيمه معينه والقيمه دي بتتوفر على السيزون، انا صيف ولا شتاء ولا ايه بالظبط؟ ها؟ ويتوقف على نوع الصيد يبقى انا في اي منطقه؟ في الدلتا ارض طينيه ولا في الصحراء في ارض رمليه؟ كمان انا الكلايمت انا في الدلتا الجو لطيف ولا في الصعيد الجو ايه؟ الحر ولا بنتكلم على ايه الصيف؟ طب السيزون انا في صيف ولا شتاء ولا ايه بالظبط؟ القصه دي بتتعلمها برضك في الشابتر رقم 3. الشابتر الرابع نشوف بقى ازاي احسب موضوع الايفابو ترانسبريشن، لان هو ايه؟ انا لو اعطيت كميه ميه اكس للنبات فبص بقى اشوف الاكس دي بتروح فين؟ هلاقي معظم الكميه اللي بملاها في الصيد هنا غصب عني في جزء بيروح ديب ديبريشن يبعد عن مناطق الهجوم، مناطق الهجوم دي منطقه تحت ديريه بنقدرها طبقا لنوع النبات، النبات الفلاني دي منطقه هجوم عن قاعده ايه؟ خلاص؟ يبقى اللي يملى المنطقه دي ده الاستورج بتاعها يعديها براها ده الديب ديبريشن لو بيخرج بره السيستم بتاعها. طب لازم يخرج، احنا كلنا بنشوف ترع صح؟ الترع دي فايدتها ايه؟ الهدف منها ايه؟ توصل الميه للري صح؟ بنشوف حاجه ثانيه اسمها مصارف بقى الدرينز عكس الترع، الدرين عكس الايه؟ الكنال، الكنال بتوصل الميه سبلاي الميه، انما الدرين احنا عشان نعمل درينج للايه؟ للميه. اني ميه بقى؟ ميه ايه؟ اللي بتروح في المصارف؟ الميه الزياده اللي بتدخل في ارض الزراعه. النبات بيستخدم من الاستورج ده حوالي 90 ل 95% منه. اللي انت هتخزنه. انما لما باجي ادي افرض النبات اللي احنا طبعا بالمناسبه هتشوف بعد شويه كده اليونتس لما اجي اتكلم على كميات الميه ما بنتكلمش كفوليوم، ليه؟ انا مش بتكلم على فدان ولا اثنين ولا 100، بنتكلم على الاف وملايين افدنه. فما ينفعش بقى اتكلم امتار. لا دايما بندي الوحده بتاعت الميه بالدبس او الدبس في فوتر كذا كذا ميل كذا ملي 100 ملي 50 ملي 70 ملي. ده عرفت ده الدبس باليونت اريا. لما اجي اجيب الفوليوم هروح ضارب في الاريا اللي انا مش شغال عليها. خلاص؟ لو انا عايز النبات ده مثلا اللي هيعيش فيه فتره معينه 50 مللي
هتلاقي النبات بيطلع منهم حوالي 45 دول اللي بقوا ترانسبيريشن. انا عشان اوصل ل 50 مللي لعطيت 50 مللي النبات مش هيوصل له الكميه اللي هو عايزها، يبقى ال 50 دول قد يكونوا 60 او 65 او 70. لازم عشان الكفاءه بتاعت الايه؟ التوصيل وكفاءه الحقل نفسه. طب الفرق بيروح فين؟ يروح اللي هو الديب ريجوليشن، ممكن جزء يروح يطلع على السطح يمشي يجري يروح للمصارف، وده بيروح فين؟ لو سبته في الارض كده دون ان المه تاني واخده، لا الزراعه هتموت، الارض هتموت. بيقولوا كده بالبلدي في الحين الارض طبلت، طبلت يعني ايه؟ منسوب المياه تحت السطحيه، ما بقولش جوفيه، يعني الفرق بين المياه الجوفيه والمياه تحت السطحيه. الجوفيه دي تبقى مياه في الاكوفر عموما. ممكن يروح وعلى حسب، على حسب طبيعه الارض وعلى حسب الكميات اللي بتتراكم. لكن احنا ما بنسيبش كده، لازم في مصارف، فالكميات المياه دي بتتلم في المصارف وترجع تعود تاني. احنا بقى عشان في مصر الكميه 55.5، لما نشوف عدد الارض بتزرع تقريبا حوالي 8.1 مليون فدان، الاستهلاك الفعلي مش 55.5، لا اكتر بكتير. الزراعه بتاخد حوالي 80% منهم، يعني حوالي 40 حاجه و40. طب الحاجه و40 دول ما يكفوش الزراعه. هم اساسا ال 40 او حاجه و40 45 ولا 43 مليار للزراعه، بيطلع منهم بتاع للصرف حوالي 16 مليار بيروحوا كميه صرف. لو رميناهم في البحر دي ميه ضايعه. لا، الدوله بتسترجع ميه الصرف تلويها، يا اما مباشره يا اما بتعمل عمليه تحليه. الفلاح نفسه بيعمل نفس الكلام، لان ما بيلاقيش ميه اضطر ياخد ميه ليه؟ الصرف. فبيستهلك كمان حوالي 12 مليار من ال 16 دول، بيرجعوا يعاد استخدامهم، حصل ريوز لكميات الميه دي. يبقى ده بينضاف ليه؟ يعني انا اللي اقصده ان ميه الصرف دي ما بتضيعش مني. لا، ده الفلاح المصري شاطر جدا، لان الميه هي مشكله بالنسبه لنا. فبيعمل ايه؟ على حسب، لو لقى ميه في المصري بيعيد استخدامها مره واثنين وهكذا طبقا للكواليتي بتاعتها. طب الميه لو بتجي لنا بحيره ناصر بتبقى الكواليتي بتاعتها عاليه، يعني ممكن تكون الملوحه بتاعتها حوالي اقل من 300 بارت بر مليون. لما توصل لغايه القاهره بتزيد شويه 500 600 700 1000 مثلا. بعد كده في الشمال في الدلتا تزيد الملوحه 1500 و2000 وهكذا. لذلك لا، مساحات الرز دايما متركزه فين؟ في الشمال، كفر الشيخ والحته دي، عشان الرز بيستحمل شويه الملوحه، فممكن نزرعه بميه ايه؟ الصرف مع الميه الايه؟ الحلوه. فبنعيد بقى استخدام الميه دي، فلازم يبقى في عمليه الصرف. عشان الزراعه تجود لازم ري وصرف، ما ينفعش ري فقط. ليه؟ لان عشان الزراعه او النبات ينتج اعلى كفاءه لازم يتوفر له ميه وهواء في التربه، يبقى في اريشن، نسبه اريشن جيده او كويسه. لكن لو ما فيش هواء خالص، لا التربه دي تتكتم ويحصل ايه؟ النبات ممكن يتخنق ويموت، النبات بيتنفس ويطلع الميه وفي صوره الترانسبيريشن نفسه. فاحنا بقى ايه؟ الشق الرابع ده هيعلمنا ازاي نحسب الايفابوترانسبيريشن، ازاي احسب النبات وده الاحتياج اللي بيحتاجه النبات الفعلي. يبقى انا لما اجي احسب كميات الميه اللي يحتاجها اي ارض، لازم ابدا من الاول ايفابوترانسبيريشن اللي هو في الشق الرابع ده. اشوف الاي تي بتاعتي عايز كام؟ وازود عليها بقى. ازود عليها عشان ايه؟ الشويه اللي هيروحوا للصرف، الشويه اللي هيروحوا في عمليه النقل الميه في المجاري المائيه في لوسس، تروح بالليكج وتروح بالايفابوريشن، يبقى لازم ازود. يعني لو احتجت ان الاي تي طلعت في البيريود اللي انا هلوي فيها مثلا في الاسبوع ولا 10 ايام ولا ايه؟ طلعت مثلا 40 مللي، لا ما ينفعش اضيف 40 مللي، لازم اخليهم 60 55 عشان الفواقد والكفاءات بتاعت الاستاتيكس. فالكلام ده هتتعلمه في شابتر 4. طيب في حاجه اسمها الاريجيشن سكيدولينج. الاريجيشن سكيدولينج اللي هو ايه؟ جدوله الري. انا رويت النهارده، النهارده كام يا جماعه؟ كام في الشهر؟ 4/2/2018. خلاص؟ الفلاح اللي هو روى النهارده الساعه 6 الصبح هيجي تاني امتى؟ ها؟ لا بكره دي وهيعدلوا كل يوم؟ لا مش كده، ولا شتاء ولا صيف، مفيش ري يومي، مفيش واحد بيروى ارضه النهارده وبكره وبعده، لا خالص. ده هيبقى في جدول وجدوله وتنظيم، دي قصه.
قصه كبيره يعني. طيب لو الجدول بتاعك بيقول لك ان انت كل 15 يوم تراويح يوم اثنين ترجع تاني يوم كام؟ 17. يبقى لازم انت وانت بتضيف كميه الميه تضيف الميه اللي تكفي ال 15 يوم، مش هتدي النبات يوم بيوم. هندي النبات يوم بيوم بقى في سيستم تاني خالص بقى اللي هو ايه؟ نظم الري بقى اللي بالرش او التنقيط، وده عشان لا اهداف تانيه. انا عايز اوفر ميه، وكمان الميه ماشيه مش في مجاري المائيه الطبيعيه، ماشيه في ايه؟ في سيستم من المواسير، ودي تكلفته غاليه. ما اقدرش شدي ميه كتير في هذا السيستم، ده ادي كميات ميه قليله، وبالتالي الاقطار بتاعت المواسير بتبقى ايه؟ صغيره. فده سيستم وده سيستم، ده حاجه وده حاجه خالص. ماشي؟ يبقى انا اتعلم ازاي احسب كميه الميه، ده يبقى ترانسبيريشن بير داي، وبعدين اشوف الفتره اللي عايزها اضرب في عدد الايام، طلعت لي في البريود او في الانترفل اللي هي هاوي بيها او وهكذا. يبقى هنا جت القصه بتاعت الايه؟ الريليشن سكيل اللي هي جدول طبعا. ودي اهم حاجه، المهندس ده اللي بيحسب كميه الميه وجدولتها ازاي. بعد كده في الشابتر الخامس نتكلم على الريليشن ميثود. الاحساب كميه الميه هديها الارض ازاي؟ النوع الشائع قوي من الري هو الري بالايه؟ بالغمر. الري بالغمر. وده الري التقليدي المتعارف في مصر والدول الشبيهه لينا زي العراق زي الصين زي اللي فيها انهار. اللي بيبقى ما عندهاش ايه؟ مطر كتير. لكن لما نروح اوروبا نروح امريكا ولا حاجه كده لا تلاقي الدنيا ايه؟ مختلفه. لا ده المشكله ما عندوش مشكله ري، لو عنده مشكله صرف اصلا. لان المطر نازل على طول. فاصبح مشكله الري دي محلوله بالنسبه له. لكن المشكله الكبرى عنده ازاي يصرف الميه الزياده. خلاص؟ فالريجيشن ميثود بقى اول حاجه اللي هو السيرفس ريجيشن او الري اللي ايه؟ السطحي. ده الري المعروف عندنا في مصر المتعارف عليه في مصر. طيب ايه النظم الثانيه؟ البريشرايز سيستمز اللي هي بتشتغل بالضغوط زي السبيكل ريجيشن اللي هو الري بالرش، والدريب ريجيشن اللي هو الري اللي ايه؟ بالطنش. وفي بقى حاجات ثانيه مكملة يعني. طيب اللي يقعد يكلمك بقى ويقول لك انا هندردش كتير الاسبوع ده يعني بس حلقتين الاولين وفيهم مسائل بره كده بس هو عشان هي اللي فيها المدخل بتاع كل المادة يعني. لكن بعد كده تبقى في الشغل كله معظم دايركت على الشغل يعني. وبالمناسبة برضه انا هتشوف دلوقتي السفر معايا انا هشتغل معاك الاسبوع الاولاني فقط وبعدين اقعد ارجع لك بعد فترة كده يعني. نرجع لكلامنا اللي هو تسمع مثلا في التلفزيون او الناس اللي بتتكلم يقول لك احنا عايزين نوفر ميه نغير بقى نظام الري السطحي ده ونقلب ري الحديث كل الكلام ده ولا قيمه ملوش قيمه خالص. ليه بقى؟ انت عشان تقلب ري حديث لازم تهيئ السيستم بتاعك اللي ماشي فيه الميه للسيستم الجديد، وده في منتهى الصعوبه مش ممكن. خلاص؟ الحاجه الثانيه فدان الارض بيتكلف حوالي 1000 دولار من نظم الري الحديثه. طب 1000 دولار يعني دلوقتي بالاسعار الجديده دي كام؟ غرب 18000 جنيه مصري. اللي عنده فدان فلاح اللي عنده فدان مش هيدفع 18000 جنيه عشان يعمل الكلام ده. اللي عنده خمسه هيدفع 90000، اللي عنده 10 هيدفع 180000. عمليه مش ممكن. يعني هي النظم دي بتطبق فين بقى؟ في اراضي الاستصلاح الجديده. ليه؟ عشان انت عندك ارض صحراويه ممكن تبقى في ناس مستثمرين معاهم فلوس. الحاجة التانية المية قليلة فأنت بتنقلها فبتتكلف. مفيش رفاهية إنك تضيعها في الصحراء. الصحراء المية لو مشيت فيها هتضيع مني. هتضيع مني بالتشرب أو بالديب ريجوليشن. خلاص؟ يبقى لازم غصب عني أعمل نظم ري إيه؟ حديث. في أحيانا مناطق بيبقى نعمل الاتنين مع بعض. يعني حديث مع لكن عمليه بقى ان انا اجي للدلتا او ارض الصعيد واغير لا مش الكلام ده ما ينفعش الا اذا كان واحد بقى ايه يعملوا ايه؟ حد مستثمر وكان تقريبا معموله في غرب الدلتا يعمل حاجه اللي اسمها السنتر بيفوت او الري المحوري. بس ده بيعمل مساحات مجمعه يعني حوالي تبدا من 50 60 فدان ل 100 فدان. يبقى لازم تكون قطعه واحده بتاعت واحد او مجموعه مع بعض يشتركوا ويخلوا واحد قطعه واحده ويعملوا فيها الري المحوري ده. لو عندك
بيبقى نقطه ويلف الرشاش كده او بيبقى دراع عليه رشاشات وتلف دايره. هتبقى نشوف احنا بنتكلم على النظم الري يعني. فده ممكن يتعمل بس ده يعني بيتكلم جامد جدا يعني. فدي القصه اللي احنا بنتكلم عليها في الشابتر الخامس، وده غالبا ان شاء الله انا اللي هشرحه لكم مع بعد كده. الشابتر السادس بنتكلم فيه على اللاند رينج اللي هو الصرف. الكورس بتاعنا بس غير الصرف اللي جيش عليه البريك عشان جميل. زي ما بتتعلم ري لازم تتعلم صرف. خلاص؟ فالميه اللي انا رويت بيها الاكزاس بتاعها طبعا مش ميه زياده كده رفاهيه، لا ده غصب عني ليه؟ لان احنا الارض نفسها بيبقى فيها ملوحه، فيها اسمده، فيها مواد غير مرغوب فيها ممكن تكون موجوده، فلازم انا ازود ميه عشان اغسل التربه وانزل المواد دي وبتروح في المصارف مع الميه ونرجع ايه نلمها. هنلمها برضه لما عملنا التشانلز او الكنالز اللي هي الترع اللي بتوصل الميه، ممكن يبقى عندي السيستم بتاعي اوبن تشانلز برضه يعني قنوات مكشوفه، بس بتبقى الفرق ما بينها انت تعرف المصرف من الترع ازاي؟ تعرفه ازاي؟ من ايه؟ بيطلع الترع والمصرف ماشي برضه الميه ماشي. بص بقى ايه؟ بص انت في الري عايز الميه ايه؟ تخش الارض صح؟ بينما في المصرف انت عايز تاخد الايه؟ فهتلاقي دايما منسوب المصرف ايه؟ اوطى. الميه في المصرف اوطى من الميه في ايه؟ في الترع. كمان تقدر تلاحظها من اللون كمان، من الشكل. كمان تقدر تلاحظها كمان من عادات المصريين بقى. كل الحاجات اللي بتخزى وترمى في الايه؟ في المصارف. فطبعا يعني وفي الترع كمان يعني. الكارثه اللي موجوده. لكن خلاص؟ فتقدر تعرف الترع من اللي في مصر. بره هنتعلم مع بعض على حسب الوقت، ودايما الشطر كده بالظلم الحقيقه. احنا نحاول ان احنا ما نظلموش ونديله وقت. نحاول بقى نعرف نحسب كميات الميه اللي هتنظلم قد ايه؟ وعشان كميه الميه دي تمشي همشيها في ايه؟ احنا عندنا دلوقتي وده السيستم اللي ماشي في مصر، كان زمان كله صرف مكشوف. مصارف زيها زي ايه؟ زي الترع. دلوقتي على مستوى الحقل معظم الاراضي تغطت الصرف المغطى. انك تلاقي المصرف عباره عن مواسير وتحت سطح الايه؟ الارض، بريفريتد بايبس، مواسير مثقبه. ها؟ ولها انفلوب معين عشان ما تنسدش، محطوطه في ترانشات تحت سطح الارض وبتلم الايه؟ الميه. انت بتبقى المواسير ايه؟ الميه اولا بتمنسوها عالي مثلا كده تحت الارض، لما بتشتغل تبص تلاقي المنسوب ده بيعمل ايه؟ بيتخفض كده. فده ايه؟ راح. لو سبت الميه في الارض هنا النبات ده اللي موجود ده مش هينتج، مش هيطلع، والنبات بتاعته تطلع ايه؟ ضعيف او ينحرق او يموت. فاول ما اشغل المصارف دي يبتدي ايه؟ ينزل المنسوب بتاع الايه؟ ده الميه، ده سطح الميه بعد تشغيل الايه؟ المصارف. المصارف دي بقى اللي هي المواسير الفايف رينج او سيرفيس رينج، في النهايه بجد لقيتها فين؟ دي حاجه اسمها لاترالز او الفرعيات، بتنقل لمواسير اكبر منها اسمها كوليكتورز. مواسير اكبر. الكوليكتورز بقى هي اللي بترمي على اوبن درين او اوبن ديتشز. يبقى في برضه لازم احتاج المصارف المكشوفه مع نظام الصرف الايه؟ المغطى، لكن جوه الارض تحت الارض هتلاقي الصرف المغطى. طبعا لما كانت ما فيش صرف مغطى كانت كلها مصارف مكشوفه، بتضيع مساحات كثيره من الارض. يعني اي واحد عنده فدان زراعه بيزرعه مش هيلاقيه فدان، عمره ما هيلاقيه فدان كامل. هتلاقي فدان اللي هو ال 24 قرات هلاقيهم 20 19، الباقي راح فين؟ ما بين طرق، ما بين مسائل، ما بين مصارف. لما بيجي نلزم بقى المصارف ونعمل صرف مغطى يزود شويه في الرقعه، بس ما زال الفدان مش فدان، ما تلاقيش فدان ابدا كامل ومساحته عشان الاجزاء المنزوعه منه للطرق والمجاري
دول الست شابترز اللي احنا بندرسهم مع بعض. لما نيجي نتكلم بقى لما نيجي مثلا في الاسبوع السابع او الثامن كده تقريبا بنعمل الميد ترم، فالميد ترم بيبقى لغايه الشابتر رقم 4 أو 3 حسب ما نشوف كده، حسب من يعني 3 تقريبا كده يبقى اللي هو الايه الميد ترم. برضه وانت شغال في كويزز، فخلي بالك بقى ممكن يقولوا لك او ما يقولكش في السكشن، يعني حسب بقى ايه عشان انت تصحصح ان انت ممكن يقول لك في اسبوع الاسبوع جاي او ما يقولكش. خلاص نعم يعني انت جاهز دايما في اي وقت للاسئله يعني. طيب احنا كده عرفنا، مع ان انا ما بحبش اتكلم على موضوع الامتحانات والحاجات دي لان ما اقعدش الدكتور يعني اتكلم بقى على المجموعه ما شاء الله العدد قد ايه اشتغل معاك. هم 5 دول نفس السكشن، هم 8 مش 7 محمد هشام محمد ايه؟ مهندس محمد هشام. بالنسبه بقى للصف يعني هيبقى معايا انا طبعا عبد الله اول واحد معايا دكتور محمد حمدي، ومعايا دكتور محمد الكردي، دكتوره شيماء، والمهندسين حسن رمضان ونهان محمد عبد المنعم محمد هشام المعيد الجديد اللي لسه مستلم معانا. المعيدين اللي هم الثلاثة اللي قبل كده دول بقى لهم كام سنة وعارفين المنهج. بالنسبة برضك في حصة دلوقتي شغالة في المجموعة الثانية، فاللي هيبقى مسؤول أو ماسك تنظيم السكاشن الدكتورة شيماء سلامة، وهي كويسة ومنظمة ومجتهدة جدا، فأنا أرجوكم إن أنتم يساعدوها عشان مصلحتكم انتوا مش عشان حاجه، هي ما ممكن تدي عملها وخلاص وتمشي مش مشكله، بس عشان مصلحتكم هي منظمه. وحتى امبارح بعت لي ميل وعامله ترتيبه السكاشن والشتات وتوزيع المهام على الصف المعاون، فان شاء الله تمشي كل حاجه بطريقه كويسه مع بعض. خلاص يا انا قلت لك انا الاسبوع الاولاني وبعد كده اختفي شويه كبار يعني كده وارجع لك في الشابتر الخامس. انا كنت بدات دكتور محمد حمدي هيخش لك بقى في شابتر 2 و3 وممكن 4 نضغط عليه في 4 كمان، وانا هخش لك في 5 والدكتور كردي ياخد الشابتر رقم 6. خلاص؟ كان زمان ممكن واحد يفضل معاك طول الترم او طول السنه. كان عدد قليل. كده المكان هو الواحد، لا من فتره مقسمين يعني بحيث ان كله ايه برضه الشباتر يعني ممكن شابتر 5 ده كبير مش كواحد من كم من 7 ولا 6 شابتر، لا هو شابتر 4 ده كبير برضه. ها فيمكن توزيع الشابتر او المواضيع فيها مش متساوي يعني او كويس. خلاص يا جماعه هنيجي نتكلم بقى على حاجة تانية بعد كده. ثلاث درجات مادة عندنا من 150 شوية الإكزام 100 درجة وأعمال السنة 50 درجة. ف 50 درجة دول بتوعك أنت في إيدك من دلوقتي. لو نقصت فيهم بيبقى انت اللي بتنقص نفسك، ما حدش بينقصك. احنا ما عندناش مشكلة ان الناس تاخد 50 من 50 عادي جدا، في طلبة كتير بتاخد 50 من 50. قفل كل حاجة بتاخد 50 من 50. الحضور درجته مضمونة ليك. التجارب بتقدمها درجته مضمونة ليك. الكويزز بتبقى أسئلة مش طويلة، أنت بتقدر تجاوب بمنتهى السهولة. درجته معاك برضه. الترم
واحدة. فاحنا ممكن نعمل ايه؟ احنا ممكن على السادات كلكم عددكم مثلا كام؟ الدفعة 14 كلهم كتب لهم 50 في أول يوم. بعد كده أي حاجة هتقع هتبقى أنت اللي بتوقعها بقى، خلاص؟ يعني أي بقى طوبة من البناية أنت بتهدها، أنت اللي بتديها مشحنة. احنا ما احنا مش عايزين نلاحظ حاجة. مش عايزين نلاحظ أي طالب أي حاجة. خلاص؟ فأنت اشتغل. في حاجة مش عارفها اسأل وتعالى. ما لقيتش الدكتورة شيماء والمعيدين والناس التانية تعالى لي، أنا الأوضة بتاعتي جنب اللي هي اللي أول الطرقة على طول على الشمال دي. الأوضة 325 أنا باجي كتير، مش يعني هتلاقيني حتى لو أنا مش داخل المحاضرة هتلاقيني موجود يوم الأحد برضه إن شاء الله يعني. كف العمر يا طيب. وهتلاقيني موجود يوم الأربعاء برضه. خلاص؟ فأنت عندك مشكلة، عندك أي حاجة لازم تسأل. موضوع برضك السكشن لازم نلتزم بالسكشن بتاعنا، المعيد ده واحد يتنطط كتير من سكشن يروح ده مش عاجبني المعيد ده اروح للمعيد ده، لا ما ينفعش. خلاص؟ ما بننقلش حد خالص الا الظروف القهريه بقى. واحد دبلر ما عندوش غير ماده واحده خلاص بنريحه، واحد عنده ظروف خاصه بنريحه، لان احنا مش غاويين نضايق حد او نقرف حد، بس مقابلها لازم تقولوا برضك انا معانا كده ما تضايقوش حد. خلاص؟ لو مشيت العمليه سموز بين الاستاف وبينكم هتبقى العمليه يعني في صالحكم 100% في كل حاجه. خلاص؟ بلاش تلوم، بلاش تلوم التسقيف ده خالص. مش مجلس الشعب مهندس بيبيع ده بدايتنا بقى من الاول خالص. احنا البدايه بتاعتنا اهم حاجه الميه دي. الميه دي هي الحياه، غير ميه مفيش حياه خالص. خلاص؟ فالميه دي مصدرها ايه؟ مصدرها ايه؟ هي اصلا المطر. او المطر جاي منين؟ من البحر. طبعا ده من الناحيه العلميه. خلاص؟ ما نخش بقى في الناحيه الدينيه والحاجات دي، لكن هو اصلا ايه؟ مطر نازل بخر صحيح. على مستوى الدنيا ده قد ده بالظبط، على مستوى العالم كله. ارض يابس ومسطحات مائيه، الاثنين مع بعض. خلاص؟ يبقى اللي صاعد قد الايه؟ اللي نازل. ده الشكل كده جميل قدامك يبين لك القصه دي. تعالى نشوف سكتش كده تاني يدي نفس المعنى. المطر اللي نازل لما بينزل هينزل على ايه؟ هينزل على الارض. لو نزل على مسطحات مائيه يبقى راح مباشرة على الميه. لو نزل على اليابس هيروح بقى على ايه؟ على استخدامات مختلفه للاراضي. قد تكون ارض صحراويه. ومن هنا انت بتسمع عن مشكله الفيضانات او الاوديه او السيول. صح؟ يمكن من تفتكروا كده من سنه او خلينا ناحيه راس غالب حصل مع سيول سينا بيحصل عند وادي العريش، بس اللي حصل من حوالي سنه قبل 25 يناير من 2011 في 2010 تقريبا او 2009 فيضان شديد ودمر اجزاء كبيره في مدينه العريش. في التسعينات حصل في ناحيه وادي انا فيضان. دي بتبقى ايه؟ بتنزل على الصحراء. الصحراء مش ارض كلها مسطحه ولا لا، ده تضاريس. في اوديه، الاوديه دي اللي هي ايه بقى؟ مناطق منخفضه عامله زي كاتشمنت، تجميع، احواض تجميع. احواض تجميع دي فيها ناتشرال شالنج، حاجات طبيعيه ربنا خلقها مع الوقت مع الزمن من مسارات الميه. الميه بتنزل من المناسيب العاليه وتجري،
طب الميه بتنزل لما بتكون بريت عاليه، الارض ما تقدرش تمتصها كلها، تمتص جزء كبير منها وجزء يجري على الايه؟ على السطح. فتتجمع في المجاري دي او التشانلز دي وتروح في مجرى رئيسي. عندي مثلا وادي عامل حاجه كده، دي الباوندري بتاعته، وبعدين يتكون مجرى رئيسي في شبكه ليه كده زي الناتشرال تشانلز. المطر لما بينزل يفضل يجري 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 ويروح فين؟ بيعدي هنا، يمشي في المجرى المين ستريم بتاع الايه؟ بتاع الوادي. طبعا بالرحمه ربنا سبحانه وتعالى ان المطر اللي بينزل نسبه كبيره جدا منه بتدخل في بطن الارض، تروح كانفلتريشن. لان لو فضلت او المطر ده كله جرى على الارض كوارث كبيره جدا، لان الكميات بتبقى عاليه. طيب لو صحراء عرفنا جزء بيمتص في الارض وجزء بيجري، بيروح في مجاري طبيعيه وتروح على المسطحات المائيه، يا بحار يا محيطات يا انهار، يا اما بتبقى حاجات داخليه داخل الايه؟ الصحراء، يعمل برك ومستنقعات وحاجات كده. او تنزل على مناطق غابات او مناطق زراعيه، في جزء يستخدم وجزء بيجري ايه؟ بيجري ايه؟ يجري. فالشكل قدام عند المايه نازله لما بتنزل، في جزء يستورد في الارض وجزء يجري على سطح الارض اللي هو الرانوف، ده بنسميه سيرفس رانوف. خلاص؟ طب سيرفس رانوف ده بيروح فين؟ هو ده بقى اللي بيروح كانهار واستخدامات الزراعه والري والشرب والحاجات دي كلها. خلاص؟ والجزء اللي بيجي منه زياده اللي هو حل مسطحات بقى، سواء في المصارف او في المجاري المائيه نفسها. طب اللي تحت بقى من الارض النبات بيطلع منه، يمتص منه يطلعه تاني، وفي جزء بيهرب بعيد عن النبات فيروح لفين؟ للجراوند ووتر او المياه الجوفيه، يغذي المياه الجوفيه. المياه الجوفيه اصدر مصدرها ايه كمان؟ جزء منها تغذيه من المطر، بس على مدار الاف وملايين السنين، مش بتاع النهارده، مش بتاع السنه اللي فاتت، مش بتاع 50 سنه فاتت، لا. لان الحركه بتاعت الميه في وسط الارض تختلف عن حركه الميه داخل ايه؟ داخل الارض. تبقى بطيئه داخل او في باطن الارض عن سطح الارض، تبقى سريعه. فالميه بتاخد وقت طويل على ما توصل لايه؟ الميه الجوفيه. برضه الميه اللي جوه اللي اتعلقت في منطقه الكسوف اللي ما وصلتش الميه الجوفيه، النبات بياخد منها جزء وبتتحرك نتيجه الميل اللي في الارض، فجزء يجري تاني ويروح يعدي واحد المجال المائي بنسميه انتر فلو. خلاص؟ لكن اللي بيروح للجراوند ووتر ده بيروح للجراوند ووتر ده انتر فلو، وفي رانوف، وفي رانوف على السطح، وفي اللي بيروح دايركتلي على المجال المائي. طب يرجع تاني ازاي؟ يرجع كبخر من المسطحات المائيه، يبقى ايفابوريشن دايركتلي، وبيرجع جزء من النبات اللي هو بنسميه ترانسبيريشن، موضوع الاثنين اللي بيبقى ترانسبيريشن. فدي اللي هي الدوره الهيدروجيه، ان اللي سقط ورجع تاني في سوبر ايفابوريشن. لما نحسب القصه دي نلاقي اللي نازل قد الايه؟ قد اللي صعد. تعال نشوف الكومبوننتس بتاع الكلام ده اللي انا حكيتها دي مع بعض. هنلاقي نقول ان الميه اللي نازله في البريزنتيشن بتروح جزء كبير رانوف، جزء رانوف ورانوف وجزء يستخدم في الرايت، وجزء يروح للجراوند ووتر، وجزء يروح للمويستشر بتاع الايه؟ وفي النهايه تاني يرجع يتلموا ويرجعوا تاني في صوره الايه؟ الايفابوريشن مع الترانسبريشن، يبقى الايفابوريشن اللي خارج من النبات. فدي الكومبوننتس بتاعه الدوره الايه؟ الهيدروجين. تعالى ما نحسب كده شد، نشوف شد ارقام كده استرشاد مش عايزك تحفظ. ان بيقول ايه؟ لو نزل 100 وحده من الميه على الارض واليابسه، نتيجه ان اليابسه 30% والمسطحات المائيه حوالي 70% من الكون، فنلاقي ان 72 سم تقريبا بينزلوا كنفس على اليابس، 112 على الايه؟ على المسطحات المائيه. خلاص؟ ال 72 دول لما بينزلوا بلد على اليابس او على الارض، الارض نفسها، 41 منهم بيروحوا فين؟ ايفابوريشن. والباقي 31 يروحوا ايه؟ رانوف. يبقى نسبه الرانوف 31 على 72 دي كانت نسبه تطلع لك حاجه و40% من الميه اللي نزلت على الايه؟ على الارض.
طب الرنوب ده يروح فين؟ ها؟ صفحات المائية. صفحات المائية. بس هو جاي من مساحة تماثل 30% ورايح لمساحة كام؟ 70. يبقى أكيد هو لما أجي أحسبه كان نفسي جراله إيه؟ بيقل. طب اللي نازل على المسطحات المائية 112 هلاقي ال 31 اللي جايين من 30% أصبحوا 13 وجايين على إيه؟ على 70%. يبقى المجموع اللي جاي على المسطحة المائية كام؟ 125. طب لما أجي أعود تاني إن ال 41 دول راحوا فين؟ بخر. وال 125 دول هيروحوا فين؟ بخر برضه. بس اضرب في النسب 41 في 3 من 10 زائد 125 في 7 من 10 هتطلع لك المضمون ال 100 نفس الايه؟ الكمية. خلاص؟ يبقى ده اثبات نظري المسألة ان اللي نازل يساوي اللي طالع في الساعة الثانية والتاني المية لا تفنى ولا مع ال 41 بتاعهم هم ماضي ال 100 اللي نزلوا على الكون. نعم. لا على مستوى العالم مش ستوري. واعاده توزيع دي ديستريبيوشن الكميه ما بين المناطق المختلفه. والميه الجوفيه. بما فيها الميه الجوفيه. الميه الجوفيه بتتغذى على ميه المطر اللي نازله وبنستهلك منها الميه الجوفيه. فما فيش ستورج خالص على مستوى الكون، لكن على مستوى الدولة المحافظة أي ريجون أنت جاي لك انفلو أوت فلو على حسب الانفلو كام والأوت فلو أنت بتستخدمه كام في ستورج بالبوزيتيف ولا بالنيجيتيف ده اللي يحصل معاك. في مناطق يا دكتور توقع سعر ليه؟ بيحجز المية ما هو ما خرجهاش هي ما خرجتش بالبخر عشان تعود تاني. ما طالما ان هي ما خرجتش معلش. هي دخلت الاول في اثناء من زمان بقى. ايوه احنا بنتكلم دلوقتي ما باخدش يعني اللي صاعد واللي نازل. هي دخلت واتحبست مثلا ما انت بتقول. ما خرجتش تاني. فبره الحساب بره الميزان. انا مش بحسب تراكم. مش بحسب دلوقتي الخليقه نزل كام ولا رجع كام. انا بحسب على السنه. السنه دي نزل الرقم ده رجع تاني نفس الرقم. فطالما انا ما خرجش ما رجعش مش كده؟ خلاص؟ حلو قوي كده النهارده. حلو قوي كده النهارده مفيش حاجه. احنا بندردش مع بعض. دكتور نعم. هو انا فاهم ده رياضيا دكتور مش فاهم يعني 112 سنه نسيبه ليه؟ ماشي. اليابسه دي تمثل 30% من الكون والمحط سطحات المايه 70 فلما ينزل لي الدبس 72 على ده لما اجي افرده على الكون كله لازم يقل لكن دي نازله على 30% بس لكن لما افرد على 100% لازم الدبس يجرى له ايه؟ يقل. طيب مش عايز يعني برضك اقول حاجه في القران اللي هي في بس مش متذكر ونفس له بخازنين بس عايز مش عايز اقول في التسبيحات غلط يعني انت مش هتقدر تخزن الميه اصلا الميه اللي استخدمت هي اللي تعود رايحه جايه على مدار السنه وبعدين احنا ما بنحسبش معانا الميه بتاعت الملح لا بنستخدم معاك بقول كله على الفريش ووتر الميه العذبه اللي في الانهار والبحيرات طبعا المحيطات فيها ميه بس ملح البحر يطلع ميه بدون ملح خلاص وتعوب بدون ملح فبالتالي مش شرط اللي بيطلع من مكان مش شرط يقف نفس المكان، هو في حركه السحاب ده السحاب متحرك خلاص؟
وحسب جماعه في الجيولوجيا زمان بيقولوا لنا العصور القديمه ممكن كانت الصحراء الدول العربيه دي كلها مطيره كلها اصلا كانت حسب كلامهم والله اعلم. نعم الجزء بتاع الجزء اللي كان في القدس الشمالي. نعم ايام دي طبعا بيتكلموا على ان بيسيح الجليد وبيرفع مستوى سطح البحر. لا مش داخله بالحسبان لان هي وجودها اصلا مشكله. يعني هي لما الجليد ده يسيح يعمل مشكله يرفع. يعني في دراسات تقول لك ان الدلتا دي هتغرق بعد كام سنه نتيجه ارتفاع مستوى الايه؟ البحر. بس فاحنا خلينا ما نخشش في قصه مش هنطلع منها احنا بعيد عن الهدف بتاعنا خلاص. هنتكلم احنا على الفريش ووتر مطر نازل بخر صاعد الاثنين قد بعض بالظبط تقريبا. طيب عادي كده دي بقى شوف نسب المطر قد ايه بقى رنوف قد ايه الايفابوريشن. نتكلم بقى على الميه العذبه عموما. الميه العذبه عموما على مستوى العالم 270 تريليون متر مكعب. مصر نصيبها كام؟ 55.5 مليار. لما تقيس الجعه دي هتطلع 0.4%. يعني احنا في جيل ميه ايه؟ ضعيفه جدا. اثيوبيا هتستدعي عليها بقى. خلاص؟ عندها اللي ايه؟ مشكله ان شاء الله ما تبقاش مشكله باذن الله. طيب تعالوا نشوف بقى ايه نحسب ازاي يا جماعه. طيب احنا القصه دي مش الهدف منها ان احنا نتسلى كده. لا هقول انت كراجل مهندس في منطقه في المال تخيل نفسك كده مهندس مسؤول عن محافظه مثلا. فانت بتعرف الموارد المائيه بتاعتك ايه؟ اللي جاي لك ايه؟ والمطلوب منك ايه؟ يبقى عرفت السبلاي وانت عارف الديماند. شوف القصه دي مع بعض بقى. انت جاي سبلاي قد ايه والديماند المطلوب قد ايه الفرق ما بينهم. لو اللي جاي اكتر يبقى انت تخزن او تتوسع. لكن لو اللي جاي مش قد المطلوب يبقى لازم انت تدبر بقى ليه القصه دي وتتماشى مع ايه معاها. عايزين نحسب الحسبه دي. مساله بسيطه جدا بالانس عاديه خالص. مساله جمع وطرح مش اكتر من كده. مسألة وحدات بس أهم حاجة تعرف تحول الوحدات لبعضها. أنا ما بتكلمش في طلاسم هي عبارة عن دبس في ووتر في حاجات معينة وفوليوم وتشارج في حاجات معينة. إزاي تحول ده لده خلاص؟ وإحنا برضك ما بنلخبطش بالوحدات. لا إحنا نستخدم المتر سيستم يعني بالمتر والثانية مش هناخد الأدب والحاجات دي خالص. هنشتغل كله بالوحدات الإيه؟ البسيطة السهلة يعني. طيب هاخد بقى مش الدنيا هاخد كنترول فوليوم يعني جزء كده من الارض وادرس الجزء ده ايه الانفلو وايه الاوت فلو. هيبقى الانفلو عباره عن ايه؟ طبعا البر كنترول فوليوم ده في حاجه سطحيه وتحت السطحيه ونرجع نجمعهم الاثنين على بعض خلاص. هنقول ان ساقط المطر ده داخل وفي رانوف جاي من الناحيه دي وفي جراوند ووتر جاي من الناحيه دي وبالتالي خارج من هنا رانوف وخارج جراوند وعندي في ستورج بالبوزيتيف او النيجاتيف في الطبقه السطحيه وستورج بالبوزيتيف او النيجاتيف في الايه؟ في الجراوند ووتر. لما اكتب المعادله العامه اللي بتقول بقى ايه؟ ان سيجما الان فلو ناقص سيجما الاوت فلو يساوي التشينج في الستورج. مفيش حاجه تضيع خلاص؟ ده القانون العام. او ده ناقص ده يساوي زيرو. فيبقى كل اللي داخل عباره عن ريسبتيشن والران اوف الاولاني والجراوند اوف الاولاني ناقص ران اوف اللي خارج والران اوف اللي خارج يساوي الستورج اللي هو في الطبقه السطحيه والطبقه الايه؟ التحت السطحيه. طب هجمع بقى ايه؟ اخد حاصل فرق الاثنين ار ماينس ار وجي ماينس جي خلاص؟ ودلتا اس ودلتا اس هتقدر تكون في معادله واحده على طول. يبقى اللي نازل عموما هو البريسبتيشن لازم يساوي الايفابوتراسبريشن اللي هو خارج ويساوي الاستورج ويساوي التشينج في الجراوند ووتر. يعني اي تغيير
لازم يساوي الكميه الاصليه اللي داخله. فدي معادله بسيطه جدا دي، ان الداخل يساوي كل الاستخدامات بما فيه كل استخدامات الاستورج نفسه، او طول اللي داخل ناقص اللي خارج او الاستخدامات يساوي ايه الاستورج. الاستورج بالبوزيتيف ولا النيجاتيف تبقى العلاقه ما بين اللي داخل وما بين اللي ايه اللي خارج. فدي المعادله العامه بتاعه البادج كلها نظام مكتوب مع بعض دلوقتي، حاجه سهله جدا بسيطه. وهتلاقوا التمرين الاولاني اللي هينزل النهارده ان شاء الله في مسائله على هذا قبل القصه دي شق ارقام برضك استرشاد، ما بحفظش حاجه بقول لك ما بحفظش. استخدامات الميه على مستوى الكون الزراعه بتاخد اكبر حاجه 66%، بيستهلك منها حاجه و90% والباقي بيجي بقى، لا مش حاجه تبقى 100%. ال بعد كده الصناعه حوالي 20%، اللي بيستهدف في الصناعه فعلا بقى 24%. ليه؟ لان الصناعه ما تاخدش كل كميه الميه، تعرف المصانع بتاخد ميه حتى الكهرباء، اي حاجه فيها وقود وطاقه ده بتحتاج ميه، بس الميه دي للتبريد اكتر، فبتبرد المصانع او المعدات ترجع تعود تاني للمجال الايه؟ المائي. لكن الاستخدام الفعلي بيبقى قليل في الصناعه نفسها. الدوميستيك بتاخد 10% بيبقى 3% استخدام. الدوميستيك ده الضغط 4% على مستوى الكون يعني. طبعا ملوش استخدام لان هو ضغط بتاخد 10%. الارقام كلها ايه؟ للاسترشاد وليس للايه؟ انك تحفظ. تعال شوف معنى بقى كلمة رايم وصارت الاريجيشن والدرينج. الاريجيشن دي ايه؟ طريقة أو وسيلة صناعية ارتفيشن مين؟ إن أنا أعمل سبلاي للمية أو ارتفيشن للمية عشان أنشور إيه؟ الاحتياجات المائية بتاعت النبات. أنت بتضيف مية للأرض بالقدر الكافي لعملية الجروث بتاعت النبات. خلاص؟ الصرف عكسه هو ارتفيشال مين برضه بطريقه صناعيه، بس عشان ايه؟ عشان تريموف الاكزيس ووتر بكل المواد الايه؟ الضاره بره منطقه الايه؟ الجذور. ده التعريف بتاع عمليه الري وعمليه الايه؟ الحاجه اللي بعد كده بنيجي نتكلم على التصنيف للمناطق طبقا لدرجه الرطوبه او الميه المتوفره او الامطار. عندنا اليومن اللي هي المناطق العاليه قوي فيها الامطار 1500 2000 سيمي اليومن بتبقى الرقم بتاعنا من 1000 ل 1500 ملم برير، يعني في السنه بينزل مطر من 1000 ل 1500 اليومن، 1500 حوالي 2000 ملم برير. لما اجي اقول السيمي ارد يبقى من 500 ل 1000 الارض من 250 ل 500 الديزرت او الصحراء اقل من 250 طبقا للتصنيف ده. يبقى احنا رايحين في المنطقه احنا ما عندناش مطر عادي، احنا في مصر مفيش مطر، هتلاقي في بعض المناطق زي ناحيه مطروح وغرب مطروح الساحل الشمالي اسكندريه اقل شويه، لما نروح سينا اقل تبقى تتراوح بالكثير قوي لو وصل 150 ملم في السنه. كل ما تدخل تتجه للداخل عند القاهره تلاقي الارقام ضعفت قوي المجموع طول السنه كمتوسطات، لكن خلي بالك ممكن في سنه تيجي كميه عاليه ترخى مره واحده وده اللي يعمل الايه؟ السيول. لكن بنتكلم كمتوسط هتفضل في الايه؟ السنه. خلاص؟ ويستمر على الصعيد وابتدي يرجع يزيد في بعض المناطق اللي في الايه؟ الصعيد. لكن عموما احنا في مصر ما بينزلش على 150 ملم اقصى مناطق، ممكن نوصل لو 200 دي تبقى حاجه كويسه قوي. فاحنا مصنفين في الايه؟ الديزرت. وقتها الدول العربيه معظمها كلها في الايه؟ الديزرت. لكن ممكن تلاقي سوريا ولبنان دي شويه المطر فيها ايه؟ عامل مش قليل. فده طبقا بقى لكميات الميه انت بتقول انا هروي ولا ما ارويش؟ استخدم زراعه ايه؟ هل بالري ولا اعمل ري تكبيري ولا اعمل انتصار؟ ده اللي موجود
في الجدول الرياضي. طيب هناك برضو حاجات كده استشهاد في الاراضي الزراعيه. انا مصر فيها 8.1 مليون، والدول الثانيه الموجوده واحده في امريكا حوالي 90 مليون فدان. اللي قد ايه بقى بنروي بقى من مصر من خليتنا احنا؟ الارض التروه بالميه نهر النيل 7.8 مليون فدان تقريبا، يعني نسبه كام؟ حاجه 90% من الاراضي اللي هي التروه من نهر النيل. طب 7.8 او قرب الرقم ده، من 8.1 او قرب الرقم ده، يبقى بنتكلم على 600 الف فدان اللي هم موجودين في بقى المناطق الصحراويه شبه جزيره سيناء اللي بيستخدم فيهم المطر مباشره، او مياه جوفيه، او المياه الجايه من حصاد السيول، اللي هم حوالي 340 الف فدان في المناطق. وده بيدي لك مقارنات ما بين الدول بعضها. اليونتس اللي احنا بنشتغل عليها، لما قلت اهم حاجه لما اجي احسب كميه ميه هعملها بالمليمتر او السم، لما اجي اتكلم على الحوض ترانسميشن يبقى بالمتر بير دي، اتكلم على الاستشارج متر مكعب على الثانيه او على الساعه او على الدقيقه على حسب ما احنا عايزين. خلاص لما الفوليوم تكبر قوي تبتدي تتكلم مليون وبعد كده مليار. خلاص السرعات متر على الثانيه، فدي دي الوحدات اللي احنا تقريبا بنتعامل بيها. ما تغيرش الوحدات بتاعتنا، ما بتنقلش من سيستم للسيستم، لا هو نفس السيستم اللي بنستخدمه. شوفوا اكزامبل مع بعض كده على المساله البسيطه دي. اخر حاجه المساله البسيطه اللي احنا قلنا عليها بتاعت عمليه الجمع والطرح والشفه بالحين. عارف الكاتشمنت مساحتها قد ايه؟ 25000 كيلومتر مربع. الكاتشمنت دي زي ايه؟ ده انا رسمها لك. عندي كاتشمنت اريا مساحتها 25000 كيلومتر مربع. نزل عليها مطر مجموعه في السنه كام؟ ها؟ كام؟ 500 مللي. ده نزلوا في السنه. طبعا طبقا للجدول اللي كنت بتكلم 500 مللي ايه؟ 600000. خلاص 600000. طيب الستريم اللي بيصرف الميه من الكاتشمنت دي لما اتعمل ريكورد هنا وشاف الديسشارج اللي معدي واتحسب الكميه دي تحت المنحنى على الزمن كده طلع لي كمتوسط لما حسب الفوليوم وقسم على الزمن طلعوا رقم متوسط ان الفلو الخارج مقداره كام؟ 79.6 متر مكعب على ليه؟ على السمنه. دي كل المعلومات اللي عندي. مفيش اكتر من مطر نازل 500 مللي على السنه، الاريا دي 25000 كيلو متر سكوير، الفلو اللي خارجه من هنا 79.3 متر مكعب على ايه؟ على السنة. طيب المعدل العام بيقول ايه بقى؟ ها؟ ان البي ده البرسنتيشن ده اللي بيساوي ايه؟ ها؟ الهيبوترانسبريشن ده اللي ايه؟ الهيبوترانسبريشن 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 الهيبوترانسبريشن. ممكن تشيل نكتة وتكتبها ار و ايه وجي و اس على طول، مش هتفرق. خلاص؟ تعالى بص دي معادلة ايه؟ البرزنتيشن انا عارفه. جيفن ليه؟ صح؟ ده مجهول. في حاجة من دول معروفة؟ في المسألة؟ مفيش خالص. قال لي تشينج بالفولج قد ايه؟ قال لي في سحب جراوند ووتر او اضافة لجراوند ووتر؟ ما قاليش. قال لي في رانوف تاني رانوف خلاص معروف لو انا كام بقى؟ 79.3 متر مكعب على الايه؟ السنه. ده مجهول وده ايه؟ خليني احل معدل الفرق ما بين معدل واحده. يبقى انا لازم افترض بقى انا ما عنديش اي بيانات على طول الفرضيه بتاعتي هقول ما فيش تشينج في ستورج، ما فيش استخدامات جراوند ووتر ولا بالاضافه ولا بالايه؟ ولا بالنقص. يبقى ده زيرو
تجد بعض المعادلة على طول بي يساوي اي تي زائد ايه؟ دلتا ار. ده معروف ده معروف ده مش معروف ده معروف بعد ما اجيب ايه؟ وهو بيقول لي في مسألة اعمل هارد استيميت للايه؟ للسم اوف يوز او الانفيرمنت كونسبريشن اللي بتستخدم في الايه؟ في المنطقة. واضح كده ان دي مثلا منطقة غابات ولا حاجة. فالاشجار هتاخد ميه تطلع ايفابوريشن قد ايه؟ انت تسال هل ينفع تجيب طبعا على طول اللي ده 500 وده موجود ده 79 سنين وحدات مختلفه غير بقى قول البي دي اللي هي 500 صح؟ اقسمها على قد بجمد كده بس ده ايه؟ يونت ده في السنة. طيب الرقم ده او خليها رقم ما تحولش خليها تشتغل بالمل خليها تشتغل بالمل برضه خليها 500 مل بس هي هتجيب واحد كده بس كده تعالى زدت اه دي 79.90 متر مكعب في الثانية اخلص من الثانية دي هتضرب بايه؟ 60 كمان 60 بقت ساعة كمان 24 يبقى يوم طب انا عايز سنة 365 طلع الرقم ده ايه دلوقتي؟ ايه ده؟ متر مكعب بريم صح؟ طيب انا عايز احول لملي عشان اطرح على طول بعمل ايه؟ لازم ابقى الاول اجيب درس اقسم على المسطح اللي نازل على ايه؟ بتاع الكاتشب هي 25 ألف والكيلو متر الرابع يبقى 10 و2 كام؟ 6 يبقى انا كده جبت متر مكعب على متر مربع قد المتر خلاص؟ هقسم كمان على ايه؟ على 1000 اصبحت بالملي يا جماعه اطرح على طول ده اللي موجود هنا اهو في المساله نفس الكلام اللي قلنا الاسامبشن اللي عملناه ان التشينج في السولج والتشينج في الجراوند ووتر زيرو وتبقى المعادله على طول ان البي تساوي اي تي زائد الار حسبنا البي الار طلعت 100 ملم لما عملت التحويله دي طلعت ب 100 طب انا نازل كام؟ نازل 500 لما اطلع ده بدا يطلع كام؟ 400 يبقى الفابو ترانسبريشن او الاستبدال اللي بيستخدم الدخل الكاتشنج دي نزل 500 خرج 400 و 100 جرام ايه؟ جريو كرانوف خلاص؟ للمعلومات بس اللي عايز يحاول وحدات ما بين الكيلو والمايل والحاجات دي احنا مش هنستخدمها احنا خلينا نتكلم كله في وحدات المتريك سيستم او الاس اي سيستم خلاص؟ خليك معايا بقى النوع ده من المسائل هتلاقي مسائل سهله بس خلي بالك عشان احيانا حاجه بتكون سهله ممكن تخش بقى ايه؟ انت مش عارف تحلها او تتخيل ده مش كده لا هي سهله بس في ملاحظات لما انا اتكلم على كاتشر نعم ميه 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 ده انا اتكلم ممكن السؤال تطبق على كاتش الدنيا ممكن تطبق على بحيره ممكن تطبق على درعه لما اجي اتكلم على درعه انا مجرى ماء اهو يبقى في ريتش في طول معين مسافه دي الف والعرض دبليو ده مسطح مائي لو خدت سكشن فيه كده هتطلع لي عامل حاجه كده مثلا ده سطح الميه اهو. لما احسب هلاقي في داخل انفلو وفي خارج من الريتش دي ايه؟ اوت فلو. طيب ايه اللي خارج تاني؟ من سطح الميه هنا ايه؟ ايفابوريشن. ولو الدرع مش مبطل دي
ليكج او سيبج. خلاص؟ طيب بالنسبه للمجاري المائيه او الريتشز، خلي بالك بس من الارقام اللي بتحسبها، البحر دايما يبقى اقل من السيبج. ليه؟ لان المشط الماء هنا عرضه ايه؟ صغير. تحسب المجاري المائيه اللي بتطلع على الريتش او حاجه كده، هتلاقي نسبه البحر اقل من الايه؟ من الليكج. لكن لما اجي اتكلم على بحيره مثلا، لها مسطح معين اريا، هلاقي ان في سائق بريسبتيشن وفي خارج ايفابوريشن، وفي بعض الخارج هيبقى في سيبج. هلاقي نسبه الايفابوريشن في البحيرات اعلى من الايه؟ من السيبج. ليه؟ لان المسطح المائي او الووتر بادي السطح بتاعه اللي بيخرج ايفابوريشن اكبر بكتير، فبالتالي تلاقي نسبه البخر اعلى في الليكس عن الكانز. التمرين الاولاني هيبقى في مسائل كذا مساله على المساله البسيطه. خلاص ان شاء الله نكمل يوم الاربعاء.